تواصل وزاره الداخليه اقامه واعداد منافذ وقوافل وشوادر لعرض السلع الغذائيه واللحوم ومصنعاتها ومنتجات الالبان والخضروات والفاكهه باسعار مخفضه من خلال منظومه امل للمنتجات الغذائيه تسهم وزاره الداخليه في توفير المنتجات الغذائيه للمواطنين باسعار مخفضه في اطار المبادره الانسانيه كلنا واحد التي تتبناها وزاره الداخليه برعايه رئيس الجمهوريه لمواجهه الغلاء في اسعار بعض السلع حيث قام قطاع المؤسسات بوزاره الداخليه باعداد وتجهيز قوافل واقامه شوادر لتوفير كافه السلع الغذائيه باسعار مخفضه للمواطنين نسب التخفيض تتراوح ما بين 20 الى 40 وهي اسعار اقل من مثيلاتها بالاسواق وبجوده اعلى وتتاح هذه السلع بشوادر ومنافذ امان بمحافظات القاهره الجيزه الاسكندريه بورسعيد بني سويف والمنيا